ويا مرحبا ملايين بخطارنا خطار مترو الشبيبة خطار الخميس وضيفتنا لهذا الأسبوع الإعلامية والشاعرة أصيلة السهيلية. مساك الله بالخير. مساء الورد والنور والسرور. يا مرحبا فيك. يا مرحبا وسهلا فيك أصيلة، نورتينا اليوم في استديوهات الشبيبة. الله يعطيك العافية، النور نوركم، وإن شاء الله تكون هكذا ساعات جميلة ودقائق رائعة إن شاء الله بإذن الله. المستمعين طبعا تعودوا على سماع صوتك في إذاعة الشباب في برنامجك الشعري وبرامج كثيرة قدمتيها، ومثل ما كنت بالأول محاورة اليوم أنت اللي راح نحاورك بإذن الله تعالى. يسعدني أكيد، ما عليكم زود جميعا إن شاء الله. الله يسلمك. ونحن عندنا فقرتين عادة في البرنامج، فقرة اسمها خطار الخميس تكون بالنسبة لضيفنا، وفقرة اسمها بوح شاعر. اليوم بوجودك استطعنا أن ندمج هذه الفقرتين مع بعض، لأنك خاطرتنا وفي نفس الوقت شاعرتنا اللي بتكوني معنا في محطة بوح شاعر إن شاء الله. الله يعطيك العافية إن شاء الله بإذن الله. أصيلة، قبل طبعا ما نسير في أسئلة كثيرة في هذه المقابلة ونبحر فيها، الأجواء برا كانت جميلة كثير، يعني الأجواء كذا تعطيك قابلية أنك تكتب قصيدة أصلا، يعني عشان كذا أنا بقول عادي أنش اليوم بطيت علينا دقائق. إيه لازم أستمتع بالجو، أخذت عليكم دقائق بس إن شاء الله نعوضهم في الدقائق الجاية إن شاء الله. واحدة من القصائد الجميلة اللي كتبتيها كتبت أن الجو شيء واليوم الجو شيء ورائع وشاعري. أكيد. ودائما مستمعين يقول لما تيبوا شاعر ولا تيبوا فنان لا تتعبونا بالأسئلة والتعبوا، خلونا نسمع منه. فأنا بكون على عكس العادة، وقبل لا أبدأ منك بسؤال أريد أبدأ منك معك بقصيدة، ويا ليت لو كنت حافظة الجو شيء. والله يا ريت حافظتها، بس راح أقول من اللي حافظته يعني منها. طيب نسمع. هي موجودة عموما باليوتيوب صوتية يعني. تقول الجو شيء، الجو شيء مو أي شيء، جو القصايد والسفر جوي معك، لا صارت كفوفك سما وإحساس أرضي من عطر مثل المطر. الجو شيء متنعمة الأرض ريح وامطار من غيم فسيح، يا رب يا رب وسعد بالبشر مطر مطر، يا أرض يا صوت الأماني والحياة، يا أرض يا صوت الأماني والحياة، صوت الشعر إحساس من قلب ومطر راحت الأريحة. الله عليك يا أصيلة، وهذه أجمل بداية أتوقع أن احنا نبدأ بها لقاءنا معك، وهذه الأجواء الجميلة اللي يعيشوها الناس إن شاء الله. أجواء المطر هم في دروبهم الآن أكيد لولاياتهم. نوجه تحية لكل اللي سايرين صوب البلاد، صوب البلادين، صوب البلد، سواء اللي متوجهين صوب ولايات الباطنة واللافين هناك يسار وسايرين صوب محافظة الظاهرة، وكل اللي دروبهم صوب الداخلية والشرقية والوسطى والظفار، نقولكم سعيدين أكيد بمتابعتكم وتواصلكم معنا. أصيلة، أيهما بدأ طبعا الشعر والشغف بالشعر ولا الميول الإعلامي؟ والله الشعر من صغيرة أنا أحبه، كنت أقرأ كتب قيس وليلى وعنترة، أقرأ الأشعار تدري أيام المراهقة أيام الدراسة، فكانت الانطلاقة الحقيقية من مهرجان الشعر العماني في نزوة 98 عمر صح. فكانت أول مرة يعني أوقف، يعني قول 99 كانت الانطلاقة الحقيقية بالضبط. فبدأت مشاركات كثيرة، مشاركة المسابقات الملتقيات الأمسيات وغيرها، بس الإعلام جاء بعدها، يعني الإعلام جاء في 2004، ويبقى الشعر في داخلي هو الأكسجين اللي دائما تنفس فيه بالحياة، أما شغف المايك فهذا شغف آخر وعشق آخر، لأني أعشق مايكروفون الإذاعة كثير، برغم أنه حرمني من كتابة القصائد أحيانا، لأني أستمتع بالحوار مع الضيف، أستمتع بأني المستمع قاعد يسمعني وأنا أخذ وأعطي معاه، لدرجة أني أنا نسيت أحب الأشياء اللي هي الشعر، بس موجود معاي بكل لحظة لأنه أنا أحب العزلة، فمع العزلة تلاحظني أكتب قصيدة بيت شعر.
أي موقف يطرأ علي أكتب. بس الاثنين يعني حبايبي. أول برنامج إذاعي قدمتيه؟ أول برنامج إذاعي كان اسمه إيقاعات شعبية في 2004 تقريبا. وكان مركز على الجانب الشعري ولا كان لا إيقاعات شعبية تتكلم عن الفنون الشعبية، عن الأمثلة الشعبية، عن التراث العماني. فكان على هيئة مسابقات، كنت أطرح سؤال أجيب مثل وانتظر المستمع أن يجاوب على المثل الثاني. نعم. ونتكلم عن الفنون الشعبية. كنا كانت الإذاعة كثير مهتمة في أنه احنا عملنا تطوير للفنون العمانية الشعبية. نعم. وكنا نطرحها مطورة. يعني أصيلة دائما البدايات وإن كان في المجال الشعري أو المجال الإعلامي يحتاج فيها الشخص إلى سند، إلى شخص يشجع، إلى شخص ينور للدرب اللي هو ماشي فيه. أصيلة السهيلية من كان سندها؟ أبوي الله يرحمه، يعني كان بالشعر وايد، يعني كان يهتم قبل أدخل الإعلام كان بالشعر كثير هو مهتم. يأخذ القصاصات من الجريدة فيجيب لي إياها، يقول لي هذه أنتي واسمك هني تحت مكتوب. فكان هو وايد مبسوط إني أنا يعني طلعت، وكأنه هو اللي طلع في الجريدة أو إنه قصيدتي طلعت في جريدة. بالنسبة للإعلام شوية مع وجود الأهل ببعض التحفظات نوعا ما، لكني قدرت اني انا اوصل. وفي يعني في اخواتي معي ايضا في هذا الموضوع. داخليا انا عندي طموح اني انا اعمل شيء لحياتي، يعني اعمل شيء جميل يتذكر فيه الناس فيما بعد. كان اهلي معي، ما اقول لك انهم مو معي، بالعكس يعني مشجعيني وايد واستانسون وايد انهم يسمعوني ويتابعوني. الوالده الله يحفظها كبيره في السن هي، بس عندها راديو صغير كذا تلك الأيام. جميل. فتسمعني بالراديو وتقعد تستانس إن تقول لهم تعالوا تعالوا سمعوا صوت أصيلة، أصيلة تتكلم في الإذاعة. الله. فيعني يسعدني. فأول ما أجي تقول لي أنا سمعتش اليوم، يعني حبيبتي أنا وايد سمعتش، فأنا وايد مبسوطة إن شنتي يعني في الإذاعة. فشيء حلو إنه أقرب الناس يكونوا مبسوطين معاكم. نعم. يعني شوفي أصيلة، يمكن البدايات ورغم مثلا بعض التحفظات للمجال الإعلامي، لكن أتوقع النجاحات اللي حققتها في هذا المجال يمكن تحولت من تحفظات إلى شيء يشعر الآخر فعلا بالفخر بهذا المشوار اللي حققتي. الحمد لله، أكيد بلا شك. وبعدين عشان نبدأ مشوار الألف ميل، الخطوات لازم تكون مدروسة، الخطوات لازم تكون فيها نوع من الصعوبة. كثير من المطبات احنا قد نلاقي، وانت تعرف يعني المرأة بحد ذاتها يعني تلاقي كثير من الصعوبات، لكن الحمد لله انا وصلت الى مستوى انا راضية عنه كثير، والحمد لله. الحمد لله. واكيد اقتران اليوم صوتك بذاكرة المستمع في برامج كثيرة، ودائما يعني هذا الصوت مميز. اول ما تشغل المذياع وتسمع تعرف انه اصيله السهيليه راح تقدم لنا ماده شعريه جميله وغنيه من خلال اضيوفها. لكل اللي يسالون عبر الواتساب كيف بامكانهم يتابعوا هذا اللقاء اذا ما كنتوا في السيارات على 97.5 و98.5 من الظهر، بامكانكم متابعه البث الحي والمباشر لهذا اللقاء عن طريق البيرسكوب على حسابنا في تويتر. مجرد ما تدخلوا @شبيبة FM على حسابنا بتحصلوا التغريده موجوده وفيها رابط الحلقه، بامكانكم متابعتنا صوت وصورة. إذا تعودتوا تسمعوا صوت أصيلة، اليوم أنتوا بتسمعوا وتشوفوا أصيلة عندنا هنا في الاستديو من خلال البيرسكوب على تويتر. خطار الخميس أصيلة، بعد يعني ما خذينا كذا سؤال وسولفنا شوي، أكيد محتاجين نسمع قصيد قبل لا نطلع لفاصل غنائي أول إن شاء الله. أكيد هنا ديواني اللي أنا دشنت قبل سنة تقريبا. هذا الديوان اسمه قهوتي صوتك. عاد أنا قدامي قهوة وأجواء كثير جميلة اليوم. خلاص باقي نفتح الشباك. ونعيش الأجواء ونستمتع بالمطر والقهوة والموسيقى. هذه أجوائي كثير أحبها. نحن بنسمعها على موسيقى عمر خيرت. يا سلام. يلا. الله. طيب تقول نامت عيونك يا قاسي وانتهت ذكراي، حتى الأسامي تموت وما لها طاري، ضيعت درب الوسن وتناثرت بخطاي، أصبحت مثل الحلم أتخبط أقداري، جيتك بداية عطش
أشتاق وصلك ماي ولقاك صحرا جفاف وشربتك ناري. ما قلت لي يا ألم إنك بصدري جاي، كنت استبيح الوجع وصوتنك داري. ما قلت قلبك هجر ما يستلين بكاي، ما قلت راح لغيري عفت مشواري. يوم اذكر اوقاتنا وهمس الشعر والناي، يهتز بيد الورق اطيح اشعاري. يوم اذكر الدرب اللي جابك الممشاي، يضيع فين الرصيف وتركد عذاري. يوم اذكر السكر اللي ذاب لك في الشاي، يذوب بعضي ويكسر بعضي اسواري. يوم اذكر اسمك اموت تموت بي الناي، اعيش اسمك حياته ويندفن ثاري. جاتك كفوفي طفل خذ ضبطها حناي، جرحت فيها المزن جرحت فيها المزن وانهل مدراري. جاتك عيوني سفر يا الراحل المنفاي، يول حروف القصيدة وآخر أشعاري. جيتك وملت حياتي من حزن هالناي، تكفى دخيل الجروح تلم قيثاري. تصبح على جرح تصبح على جرح اللي نشفى وبك مشفاي، تصبح غياب ورحيل وهم أسفاري. الله بعد هذه الكلمات الجميلة مستمعينا نطلع لصوت أجمل كذلك، فايا يونان يا ليته يعلم. وضيفتنا تؤمن برأسها شكل الأغنية من أغانيها المفضلة. خطار الخميس ويا مرحبا بكم مستمعينا، مرحبا إن عودة، ومرحبا مليار بضيفتنا اليوم في الاستديو الشاعرة والإعلامية أصيلة السهلية. أصيلة اليوم حنا يعني كانت لنا سالفة مع المستمعين في الساعة الأولى من برنامجنا، ممكن هي سالفة شوية مؤلمة تنغص عليها، ولكن حبينا نسمع رأيهم وتوين ورطك بعد نسمع رأيك فيها. طحت من عيني، متى تقولها أصيلة السهلية ولمن؟ والله يعني أنا كثيرين في عيني ما زالوا، وصعب فعلا يعني سؤال كثير صعب. يطيح من عيني الخائن، يطيح من عيني اللي ما وفى وأنا وفيت له، يطيح من عيني اللي عطيته وما عطاني، كثير طاحوا من عيني. قبل شوي قبل لا تجاوبي كانوا شوي يعني استوى ايدين لما ينسينا نعددهم ونذكرهم. احيانا حتى الكلمه اللي يجرحها في كلمه يطيح من عينك، حتى اللي ما يعرف قيمتك يطيح من عينك. بس بالنهايه ما في حد معين، فقط الناس اللي حواليك، يعني كونك انت موجود بينهم، كلمه واحده فلان قالها طاح من عينك. نعم. ومن مشاركات مستمعينا تقول هذه المشاره لكل صديق قال سري لغيري، أقول لا طحت العين حل ذاك أبو وجهين، أقول طحت العين للمستر لو يزعلان عليك شكل الاختبار كان صعب، وأقول طحت من عيني لشخص طعن بظهري وشخص خاني وشخص قلل احترامي له. نتمنى لكم مستمعين عصرية غاوية وحلوة على هذه الأجواء الجميلة، وطبعا لكل اللي تابعنا مع ضيفتنا أصيلة السهلية. بعد عندنا كذا وقت مال نص ساعة تقريبا نسولف وندردش ونسمع شيء من القصائد الجميلة بعد هذا المشوار الشعري الطويل والحافل أكيد بكثير من الإنجازات. أصيلة، في قصائد شعرية معينة غنت أو إنها من ضمن الخطة أن يكون فيها تعاون مثلا مع فنانين معينين؟ نسمع اليوم قصائد وكلمات أصيلة السهلية مغنى. في الحقيقة بالنسبة للقصائد المغنى، يعني أنا كتبت أيضا أوبريتات وطنية قبل، وأيضا كتبت أغاني رياضية، كتبت أغاني شعبية، هذه كلها متواجدة عندنا بالإذاعة وتبث.
إنما كقصيدة عاطفية أو كأغنية عاطفية أنا ما كثير أنا يعني انتبه للموضوع هذا أو إني حريصة على هذا الموضوع، لكن حصلت صدف إنه يسمعني الشاعر، كنت في استضافة للشاعر الكبير كريم العراقي، فسمع مني نص، قال لي النص هذا كثير خطير يعني وجميل وقوي، فلماذا لا يتغنى فيه يعني فنانين؟ في الحقيقة الفنانين اللي استمعوا إلى هذا النص مجموعة كبيرة، منهم اللي استمع هذا النص، منهم الفنان دكتور عبد الرب إدريس، منهم الفنان طلال سلامة، أيضا فنانين عمانيين، لكن بالتالي أنا ما كثير حريصة أنه يغنى. فيما بعد وصل هذا النص إلى الفنان الكبير كاظم الساهر، فلما استمع للنص قال لي أبغى أسمعه بصوتك النص. أنا ودي أسمعه بصوتك لأني أنا وصلني أني كنت شاعرة ما شاء الله يعني، فسمع النص فقال لي أنت شاعرة مجنونة أنت من الآخر. أتوقع هذا علامة فارقة يعني أن اليوم إشادة من شاعر أو من أقصد فنان كبير مثل كاظم الساهر، وأنا يعني يكفي شهادة من كبير يعني. فلما يقول لي أنت شاعرة مجنونة، إذن أنا هنا حبيت الجنون، شعرت أن الجنون بالنسبة لي قصيدة. طيب نحن نبغى نسمع هذا الجنون. عموما هذا نص، ويعني الفنان كاظم الساهر استمع له، وأنا على انتظار لأنه كاظم قال لي راح يحتاج إلى لحن، راح يحتاج إني أخترع لك لحن، وإن شاء الله راح يتغنى في يوم من الأيام وراح تسمعيه بصوتي. حتى إني قلت له على صوت أنثى يا أستاذ كاظم، ترى النص على صوت أنثى، قال لي أنا أصير لك اللي تبين. الله. هذا خلاص معناته وصل لمرحلة إنه هو عجب كثير بالكلمات. قال لي حتى الفكرة كثير جديدة علي. يعني فكرة لا تنام يقول لي أول مرة توصل لكاظم. شوقتينا أصيلة. يلا. إن شاء الله. بتعطيني كذا بجراوند حلو، موسيقى حزين شوي. شوي حزين على. حلو. يلا. لا تنام لا تنام، أبيك لحظة تحضن بصدري غرام، أبيك تقرأ في تفاصيلي ورق ما قراه العشق من 20 عام. لا تنام، أنثاي فيني صاخبة والشوق متولع هيام، مو حرام إنك تنام، مو حرام إنك تنام، والبرد هاجم هالجسد وانت مستلقي بسلام. لا تنام، ودي أهدي لك حنين وتخطى هالمسافة والزوايا والغمام في كلمتين، بس كلمتين ما بطول في الكلام. لا تنام، روحي تندهلك يتيمة ترتجع عيونك وأهدابك أنفاسك وتستجد المواني والثواني والحمام. لا تنام، ودي أرحل بين يديك، ودي أرحل بين يديك بين هذه وبين ذيك، وأتخطى هالدروب وأتبعثر وأتشطى وانتهي عندك وذوب. إيه هذوب. لا تنام، الزوايا فاتنات والمرايا فاتنات، والشبابيك الجميلة والستاير والدفاتر، أبجديات الغرام غرفة ما فيها نظام. لا تنام، الشمع ينده عليك والوله ينده عليك، ذا يبيك وذا يبيك، يا تجيها يا تجيك، بس لا تنام. كم تعذبني عيونك وهي تعانق هالمنام، صرت غار من الحلوم من الطيوف من الهيام. لا تنام، دامنا عطر اكسجينك والهوى بيني وبينك، اسهر الليلة عشاني بالشموع وبالأغاني بالحنين اللي ملكني يوم أعاني وما أعاني،
صرت أخاف من الظلام، لا تنام خذني. أنا رتبت الدقايق وانتهى وقت الزحام، دام أشوفك كنت رايق، خلي هالليلة غرام، لا تنام خذني بقايا العطر بيدك، خذني بقايا العطر بيدك، وعطر بعضه وريدك، ثم تنفسني ونام. الله، يعني أصيلة، أتوقع أنك ذهبتي بنا إلى بعيد من خلال هذه الكلمات الجميلة اللي نتمنى فعلا أن نسمعها مغنى من الفنان الكبير كاظم الساهر إن شاء الله. الله بإذن الله، وأنا منتظرة هذا الشيء بإذن الله تعالى. ونبقى نسير شوي صوب البرنامج الأشهر اللي ارتبط اسمك كثير وصوتك كثير بالمستمعين، ليل وسماء ونجوم. هذا البرنامج استقطب أتوقع عدد كبير من الشعراء، والجديد اللي تخطط لأصيلة السهيلية سواء من تطوير البرنامج أو استحداث فكرة جديدة في البرامج الشعرية. والله أنا يعني لو أقول لك أني أنا أول شاعرة بديت في بث البرامج الشعرية الخليجية اللي خرج من طائرة من دائرة الإقليمية في إذاعة الشباب، يعني كان بدايتها برنامج ترانيم، بعدها مرافي، بعدها عطر الليل. عطر الليل قعد 5 سنوات متواصلة وأخذ من البرامج المتميزة على مستوى الخليج، وأيضا هنا في مسابقة الإبداع الإعلامي من البرامج المتميزة. بعدها بوح السهارة، وأخيرا ليل وسماء ونجوم. ف يعني تقدر تقول إنه نص شعراء عمان ظهروا من خلال البرامج. الآن ما شاء الله هم متواجدين في الساحة، منهم اللي راح شعر المليون، منهم اللي قدم أيضا برامج في إذاعات مختلفة، يعني أمهم أنا. فعلا يعني كثير من الشعراء نحن تعرفنا عليهم وسمعنا أصواتهم من خلال هذه البرامج اللي ذكرتيه، وهي برامج طبعا استمرت لسنوات. نعم صحيح، وكلها كانت برامج شعرية. وممكن المختلف فيها النهايات بطريقة خفيفة على المستمع ويستمتع فيها، وموجودة يعني على الإذاعة. اليوم السوشيال ميديا، هل تعتقدي أنها قللت من دور وأهمية وسائل الإعلام التقليدية في أنها تبرز الشاعر؟ صار ما مهم أن الشاعر يظهر في الإذاعة ولا يظهر في التلفزيون، عنده أكثر من وسيلة وعنده أكثر من نافذة أنه هو يظهر فيها على متابعينا ومستمعينا. أكيد إحنا ما نقدر نهضم حق السوشيال ميديا. السوشيال ميديا الآن تقدر تقول هو المأخذ المراكز الأولى، الصفوف الأولى في تواجد أي فئة يعني عندها موهبة، سواء فنان أو شاعر أو ممثل أو أي كان. لكن تظل البرامج الشعرية أو البرامج الإذاعية والبرامج التلفزيونية لها زاوية خاصة مختصة فيها، يعني لها مميزاتها، لها نمطها المعروف اللي ما ممكن الواحد أنه يستغنى عنه مهما تواجد السوشيال ميديا. ثانيا بالنسبة للشعراء، حتى لو متواجدين على السوشيال ميديا، لم ينجح البعض في التواجد في السوشيال ميديا، لأن السوشيال ميديا لازم تكون في ذكاء للتواجد فيه. تنتقي حتى تصويرك للقصيدة، حتى تنتقي الزاوية المهمة جدا أنك أنت تتواجد فيها أمام المتابعين. فكثير من عندنا إحنا مع الأسف يعني، وأنا أقولها حتى لو يسمعونا شعراء العمانيين، عندنا نسبة 50% ما عندهم إلقاء. الإلقاء له دور كثير أنه يوصل القصيدة. فلما أنا أصور أمام يعني سواء سوشيال ميديا ولا بأي مكان، ما عندي ذاك الإلقاء، أنا قاعد أقرأ، حتى اللي يتابعني ما رح ما يوصل إحساس القصيدة، ما رح يوصل الإحساس، ما رح يتابعني، ما رح يكون عندي متابعين. مو شرط أنك أنت لازم تكون عندك كاريزما جميلة، كاريزما في كل شيء، في الإلقاء، في التواجد، في الحضور، في الطلة أمام المتابعين، سواء بتلفزيون ولا بسوشيال ميديا ولا حتى بجوالك تصور سيلفي بالسناب. لازم تنتقي كل جميل، لأنك أنت هنا تقدر تجذب الناس أو تنفرهم. نعم. وممكن يعني خلاص المفروض تكون هذه أسطوانة مشروخة، وما عذر إطلاقا اليوم على الشعراء اللي يقولوا والله مثلا الصحف الفلانية ما تدعمنا ولا وسائل الإعلام ما تدعمنا. أتوقع اليوم أنت تقدر توصل، ما محتاج. أيوة بالضبط، بطريقتك أنت تقدر توصل إلى كل فئات المتلقين، يعني بكل أنواعهم يعني. بس مثل ما قلت لك، لازم تكون ذكي في هذا الشيء، وتنتقل الخطوة أيضا المناسبة انك انت تكون يعني تقدر تقرب الناس منك. نعم،
نحن أمس عشنا يوم جميل بمناسبة يوم المرأة العمانية. طبعا المرأة العمانية وين ما كانت، المرأة العمانية الطبيبة، المهندسة، الفنانة، الرسامة، الشاعرة، الشاعرة العمانية اليوم، الإعلامية والمذيعة، نعم أكيد نوجه لكل نساء عمان التحية والإعلاميات التحية. الشاعر العماني والشاعرة العمانية اليوم يعني أتوقع وصلنا لمرحلة تسمح لنا أن نحن نسمع أصوات شعرية نسائية بسهولة وبفرصة أكبر. هل تعتقد أن هذا التغير فعلا أظهر لنا شاعرات عمانيات على الساحة كنا صعب نسمعهم قبل سنوات لما كانت التحفظات أكبر؟ شوف إحنا مع الأسف عندنا شاعرات يظهروا اليوم وبكرة راقدين يختفوا. يعني أحيانا الظروف العائلية، أحيانا الظروف الاجتماعية، أحيانا أعمالهم، أحيانا الوحدة تكون متواجدة ظاهرة، بعد الزواج تختفي. أحيانا الطرف الآخر الزوج غير مشجع أنها تظهر. أحيانا في أزواج بالعكس عندهم فكر، عندهم أنه لا، أنه هذه موهبتك داعمين وانطلقي فيها يعني، فحسب تواجدها. بينما احنا وايد ينقصنا شاعرات بالساحة. صحيح أن تظهرنا اليوم، شفنا شاعرة وظهرت وجميل، بس بعد فترة تختفي للظروف الاجتماعية مثل ما قلت لك وللظروف الاجتماعية. بس نتمنى بالفعل أنهم يتواجدوا، حتى لو كان يعني صدعوهم مثلا في ملتقى أو صدعوهم في لقاء، يكونوا متواجدين على الأقل في هذه المرحلة يعني. فبالعكس عندنا شاعرات كثير جميلات وينافسون الشعراء اللي دائما يقولون أن شاعرة تأتي بالمرتبة الثانية بعدنا. لا، أنا أقول هي منافسة لك أينما كنت، الشاعرة هي منافسة للشاعر. لكن أصيلة يمكن البعض يرد عليه ويقول أنه الشاعرة العمانية كل ما تي مرحلة تطلع أعذار جديدة، كانت في مرحلة سابقة تطلع أعذار أنه والله الأعراف الاجتماعية أنه ما تسمح لها بالظهور وبحضور الأمسيات وبالمشاركة وغيرها. اليوم صارت المساحة موجودة، تعذرت بمسألة ارتباطاتها الأسرية وغيرها. فهل تعتقدي أنه فعلا الشاعرة العمانية الآن بنفس ميزان الشاعر العماني من ناحية تقصد الإنتاج الشعري؟ الأدب هو أدب ما له مرحلة أخرى، بس عندنا إحنا الشاعرات شوي يستحون من كتابة القصيدة الغزلية نوعا ما. فتلاحظ أنه الشاعر عنده ذيك الإيماءات الخطيرة في الكتابة، في الحضور حتى المسرحي، تجد الشاعرة خجولة نوعا ما حتى في حضورها. بس تظل والله أنها تكتب، يعني تكتب شيء جميل. أمس كنت في حفل تحت رعاية معالي رئيس هيئة إذاعة التلفزيون عمان و300 موظفة من الإعلام ومن الهيئة، لقيت قصيدة غزلية. يعني حتى معالي استغرب، قال لي أنا أول مرة أسمع شاعرة، يعني أسمعش، أنا دائما كنت أحضر بس اليوم سمعت منك هالقصيدة، وأنا نادر ما أسمع من شاعرة قصيدة غزلية بهذه الجرأة، خاصة في مناسبة يحضرها الكثير، خاصة في مناسبة حضر يعني بهذه الجرأة. فقلت له المرأة بحد ذاتها عاطفة، إذا لم تظهر هذه العاطفة من المرأة تظهر من مين؟ المرأة قارورة عطر أصلا، فيجب أن هي ترش هذا العطر على الناس وتستمتع بحياتها. الغزل يكتب في الوطن، الغزل في الزوج، الغزل في الابن، الغزل حتى على وردة تقدر تتغزل فيها، حتى في قصيدة تتغزل فيها، حتى في الحبيب عادي، خلنا نحب الحياة يومين. طيب أنا ما أعرف صراحة كيف الدقائق جالسة تركض ركض، ليش خليت انتظرنا الدقايق؟ قبل لا يداهمنا الوقت وقبل لا يزعلوا علينا مستمعينا ومتابعينا، نبغى نسمع شيء أخير من أصيلة السهيلية كقصيدة إن شاء الله. أنا بقول القصيدة الغزلية. طيب. اللي ذكرتها قبل شوي، يلا. تقول باكر بسافر ديرته وأطير فيه، وترتاح عيني من الوله لو شافته، وجهن أبد ما تشبه باقي الوجيه، يغرق حلا من راسه لسبابته، وانا عقارب ساعته وخاتم يديه، وهو عقد صدري وانا شماعته، وانا عيونه شفته نظرة عينيه، وانا العطور اللي على دشداشته، الله، وانا
نفس صدره وداجي تفتديه أفدي عمامه وجد أبوه وخالته يا عشقه لو تزعل الدنيا عليه ما غير أصيله شعلته وطفالته يعجبني كله وأعجبه وأموت فيه ويموت فيني لو تشوفه وحالته اثنين يجمعنا غرام ومعذبيه مجنون بي وانا جنون وغايته إن غبت يقلق يعتفس مدريش فيه ويدور راسه وتبتدي دوامته بين الثواني يتصل هايم كذي ولا جاي يسولف ذبتنا بسماعته فديتنا الشامه عليه بوجنتيه يا كثر ما ودي يكون بشامته ولا من مشافي دربه بسم الله عليه ثوبه بياكل قطعه من هامته ولا من حكى ولا من حكى زحمة حلا في شفتيه ومرايته تعكس حلا عنابته في كل شيء أشابهه وهو لي شبيه وسيارتي تشبه بعد سيارته في كل شيء أشابهه وهو لي شبيه وسيارتي تشبه بعد سيارته رتبتنا لجل الوعد باللي يبيه غرشة عطر ثوب يحب حكايته وعباية طرستها لجل احتويه لاجل البرات تصير هي دفايته باكر بجي باكر بجي وصير أنا ما بين يديه ما هي أنا هذه ضلوعي جايته. الله الله يا أصيلة. ما لوم الدقائق إذا تمر بسرعة وتمر سريعة علينا. ونحن وصلنا طبعا مستمعينا الكرام إلى نهاية محطتنا اللي ابتدينا فيها معكم من الساعة 3 للساعة 5 وفقرتنا الأجمل على الإطلاق خطار الخميس من خلال وجود ضيفتنا أصيلة السهيلية الإعلامية والشاعرة العمانية الجميلة. شاكر لك جزيل الشكر وجودك معنا اليوم. سعيدين جدا بهذا الحضور الراقي في فقرة خطار الخميس. سلام وأنا كثير سعيدة جدا وشكرا لكل المتابعين ومستمعين لإذاعة الشبيبة. بإذن الله تجمعنا لقاءات قادمة. شكرا لك خي عبد الله. شكرا شكرا لك مستمعين الكرام. بنواصل إن شاء الله معكم برنامج مترو الشبيبة مع زميل خالد الزميل راشد الربخي من الساعة 5 للساعة 7 لنرد ولقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم. لكم مني أجمل التحايا وأرقها وخليكم مع كاظم الساهر أحبيني بلا عقده.